السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال الصف الثالث الابتدائي يلا نستكمل مع بعض شرح منهج اللغة الإنجليزية Connect 6 الفصل الدراسي الثاني 2024 ويلا نستكمل مع بعض Unit 11 الوحدة 11 How can I help? كيف يمكنني المساعدة؟ والنهاردة معدنا مع Lesson 4 الدرس الرابع والأخير في Unit 11 وتعالوا نبدا بالكلمات واول كلمه عندنا بايوجرافي بايوجرافي يعني سيره ذاتيه يونيفرستي يونيفرستي اللي هي الجامعه ليدر ليدر يعني قائد فاندرايزر فاندرايزر جامعة تبرعات سيتيزن سيتيزن يعني مواطن كلمات الاضافيه ايرلي لايف الطفوله نيبورز جيران بريبارتري سكول مدرسه اعداديه سوشيال ساينسز العلوم الاجتماعيه polite يعني مهذب waste اللي هي المهملات الفضلات playground يعني ملعب youth الشباب successful ناجح award يعني جائزه local محلي event يعني حدث charity جمعيه خيريه shopping اللي هو التسوق او المشتريات conjugation of verbs تصريفات الافعال participate يشارك participated organize organized ينظم deliver delivered يوصل raise raised يجمع respect respected يحترم reduce reduced يقلل lead led يقود win won يفوز run ran يدير بعض التعبيرات وحروف الجر was born in ولد في participate in يشارك في raise money for يجمع المال help out on يساعد على دول بعض التعبيرات تعالوا دلوقتي ننتقل للتكست أو النص فريدة حسن بيوجرافي سيرة ذاتية عن فريدة حسن بيقول لي uh, early life الطفولة بتاعتها فريدة حسن was born in Alexandria in 1994 اتولد في الاسكندريه 1994 as a child فريدة helped her mom buy her elder neighbor's shopping يعني عندما كانت طفلة فريدة كانت بتساعد والدتها في شراء المشتريات لجيرانها الأكبر سنا Volunteering at school العمل التطوعي في المدرسة بقى فريدة started a preparatory school بدأت المدرسة الإعدادية in 2006-2006 She participated in her first volunteer event بدأت بقى أول حدث تطوعي أو خيري لها يعني She and a team هي فريق of volunteers من المتطوعين did a beach clean up عملوا تنظيف للشاطئ in 2010 she organized her first charity بدأت بقى تنظم أول حدث خيري ليها delivering food boxes to families in the community بدأت توصل بقى صناديق الطعام للعائلات في المجتمع بعد كده the university years سنوات الجامعة In 2012 سنة 2012 فريدا went to university to study social sciences دخلت بقى الجامعة كي تدرس العلوم الاجتماعية Here she organized a fundraise, fundraising event عملت بقى حدث جمع تبرعات to raise money for new playground لجمع الأموال من أجل ملعب جديد بعد كده working in churches العمل في الجمعيات الخيرية In 2017 Farida started her first job as a community volunteer leader in Cairo. Uh, since then يعني هي بدات بقى كقائده متطوعه في القاهره uh, since then ومنذ ذلك الوقت she has helped many people ساعدت ناس كتير in 2020 وسنة 2020 she led a youth give back uh, عملت بقى قادت مشروع الشباب يرد الجميل إن uh, سكس cities in Egypt في ست مدن مصريه. It was so successful كانت ناجحه that she won the 2020 community worker. فازت بجائزه بقى العامله المجتمعيه لعام 2020. Today she runs a charity for children وهي الان تدير مؤسسه خيريه للاطفال. جاب لي بعد كده الجزء الخاص بالرايتنج اللي هو رايتنج بايوجرافي زي نكتب سيره ذاتيه. بيقول لي when writing a biography it helps to make a timeline of events بنعمل كده خط زمني للاحداث اللي حدثت في حياه الشخص ده starting from the date of birth نبدا بتاريخ ميلاده add important events and their dates to the timeline ونضيف بقى التواريخ والاحداث المهمه this helps you organize information in the correct order uh, دي يعني طريقه كتابه البيوغرافي وجاب لي بقى مجموعة من النصائح لكتابة البيوجرافي ومثال كمان تعالوا بعد كده جاب لي التكست أو نص عنوانه How can you reduce waste؟ إزاي تقلل النف النفايات؟ Ways to be good citizen إزاي تكون مواطن صالح؟ There are lots of ways you can volunteer to help your community في طرق كتيرة تقدر تتطوع بيها لمساعدة مجتمعك. Respect others احترام الآخرين. Be polite and kind to your neighbors. Help people who are old or sick. Call your neighbors to ask how you can help. You can offer to do their shopping or do jobs for them at home. Protect the environment تحمي البيئة بتاعتك. Reduce waste قلل النفايات الفضلات and help the environment وتساعد البيئة. Don't use plastic bags ما تستخدمش الأكياس البلاستيكية. or plastic bottles أو الزجاجات البلاستيكية if you have a plastic bottles at home recycle them لو انت عندك حاجات دي بقى ايه عيد استخدامها let's all be good citizen and make the world a better place help the community volunteer at local charity event or help out on a community project volunteering isn't boring التطوع دي حاجة مش 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 مملة يعني it's interesting دي شيقة You will be surprised how much you enjoy it. يعني ده التكست او النص التاني وبكده نكون وصلنا معاكم ايه للجنرال اكسرسايزز التمارين الخاصة بالليسن فور. السؤال الأول listening بيقول لي فريدة was born in Alexandria ولدت في الإسكندرية. فريدة helped her mom buy her elder neighbors شوبينج uh, بتشتري لهم بعض التسوق بتاعهم she started not at school in 2006 uh, تقريبا كده preparatory طبعا ده سؤال استماع ده حسب ما هنسمع من المستر. she and a team of volunteers did not clean up طبعا did a beach clean up السؤال التاني من اول هنا بقى نبدأ نركز ونحل التركيز الأولاد ولاد بيقول لي every person living in a country is called a Uh, charity Class, Company, Citizen. كل شخص بيعيش في الدولة اسمه Citizen. مواطن. نقط ـ are the people who live next to your home. neighbors games, trips, parties. طبعاً neighbors اللي هما الجيران. Number 3 فريدة حسن وانزا 2020 Community Worker Award. طبعاً وفي الأخير Recycle plastic bottles to not to reduce waste كي نقلل النفايات. Uh, question 3 Question 3 عايزين ننزل كل كلمة في نقط Ask strong, sick, shopping, polite To be good such citizen you should respect others You should be not and kind to your neighbors طبعا أكيد you should be polite and kind uh, to your neighbors help people who are old or sick يعني تساعد الناس الكبار أو المرضى call your neighbors to know how you can help to ask تسألهم يعني المساعدة اللي هم محتاجينها you can offer to do their shopping يعني ممكن تساعدهم مثلا في التسوق or do jobs for them A question for Roba: There are many ways you can volunteer to help your community. It's important to protect the environment. You should reduce waste and help the environment. Don't use plastic bags or plastic bottles. If you have plastic bottles at home, recycle them. Let's all be good citizens and make the world a better place. We can volunteer at a local charity event or help out in a community project. On a community project, volunteering isn't boring. You will be surprised how much you enjoy it. Tanjung, the last, the thickest is about recycling plastic. Or win competitions. Or be a good citizen. Or play video games. Taban and itkalim an how to be a good citizen. وبعد كده ذا اندرلاين word وورد بورينج از ذا اوبزيت اوف عكس كلمه بورينج تيربل ولا باد ولا interesting ولا اجلي طبعا انترستينج وي شود نوت ويست تو هيلب ذا environment طبعا وي شود ريديوس ويست ثمرايز ذا تكست ان عايزين نلخص النص اللي احنا قرانا ده كله في جمله واحده بس هناخد اول جمله ولاد يعني دي اسهل طريقه لتلخيص النص question 5 السؤال الاخير what should we do with plastic bottles احنا بصوا بيقول لي ايه بقى ريسايكل ذم اهو نعيد استخدامها ده السؤال <سؤال سؤال الخامس كويستشن 5 السؤال الخامس السؤال الترتيب يا ولاد انفيرمنت وات يو دو كود تو هيل طبعا هنبدا ب وات سوري يبقى وات كود يو دو تو help the environment number 2 university that uh, is studying she at she is studying at the university وفي organized uh, fundraising event uh, she organized uh, fundraising event. سؤال تصحيح الخطأ نمبر one she did good at the exam طبعا good غلط الإجابة الصحيحة will و number two she runs quick غلط هنضيف لها في الآخر ال و واي عشان تبقى quickly حال والسؤال الأخير البنك tuition أول حرف في الجم في السؤال capital و question mark أو علامة استفهام والسؤال الأخير أسيبهولكم homework اللي هو بيوغريفي about فريدة حسن وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية lesson 4 ونهاية unit 11 goodbye